حاضنة الأمل لجامعة الإخوة من سوريا قسنطينة وخرج والتجدد. أستاذة في معهد الإلكترونيك. اللجنة مجريات أو بنود هذا القرار. عائشة من قسم الفيزياء كلية العلوم الدقيقة. هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار متابعة مشاريع الابتكار وبراءات الاختراع، شهادة جامعية يعني شهادة مؤسسة ناشئة. هذا اليوم الدراسي نريد أن نرتقي به، نريد أن نصل به إلى أن تتجسد تلك الجهود النظرية إلى أن تصبح جهود ميدانية تطبيقية ممارساتية، أن تخرج للعلن. استهدفنا فيه شريحة كبيرة من الطلبة الذين هم معنيين بدرجة أولى بهذا القرار الوزاري 1275 متعلق ببراءة الاختراع وبالمؤسسة الناشئة، ومن أجل شرح آليات تطبيق القرار 1275 القرار الوزاري الجديد الذي يعتبر حدثا مهم في نوعه ويعتبر نقلة نوعية جيدة في مجال تطوير البحث العلمي، حيث هذه النقلة تتمثل في أن الطالب سوف يحصل على شهادته الدراسية بصفة عادية كما يحصل على شهادة نشأة وولادة مؤسساته الخاصة التي ستكون ضمان لمساره المهني المستقبلي.